فيديو جديد. اليوم جبت لكم واحد الخبيزات ديال الشعير، ساهلين ماهلين، ما فيهمش العذاب، ما كندلكوهمش بزاف، اللي كنحضروهم ونعطيهم وقتهم في الاختمار، كيجيو هشاش ورطبين، صحيين، توجدوهم لوجبات الفطور ولا حتى الكود ديال الوليدات. كنتمنى وصفتي ما تعجبكم وما نطولش عليكم، ونبداو على بركه الله في المقادير وطريقه التحضير. بالنسبة للمقادير، عندي هنا واحد 100 غرام ديال الدقيق الشعير كيف كتشوفوا، عندي هنايا 50 غرام ديال الدقيق الابيض و 50 غرام ديال الدقيق الفينو كيف كتشوفوا. هنا المقادير درتهم، عندي هنا مقادير قليله، ولا بغيتوا تضعفوا الكميه كتضعفوا المقادير. كنخلطوا هاد الدقيق مع بعضياته بهذا الشكل هذا حتى كيدخل مع بعضياته كيندمجوا. من بعد ما خلطنا مزيان، هنا عندنا واحد معلقه ونص صغيره ديال خميره الخبز. هنا غادي نضيفوا هنايا، ما تسجلش ليا للاسف، ضفت هنا معلقه صغيره ديال العسل، معلقه صغيره ديال زيت الزيتون، نصف معلقه ديال الملحه، والماء درنا، درت تقريبا هذيك الزلافه اللي عبرت بها الدقيق هي اللي درتها الماء، يعني في العبار ديال الماء تقريبا 230 مللتر ديال الماء، حتى كنخلصوا حتى كنحصلوا على هذه العجينه. كيف كتشوفوا كتكون العجينه كتلصق لينا في يدينا، هذا هو السر من اسرار نجاح هذا النوع من الخبز. وكنغطيوها هنايا بالسلوفان وتنديروا عليها واحد الغطاء يكون شويه سخون في مكان كنديروه دافئ مده ساعه تقريبا. ملي كدوز ساعه المكانه كيف كتشوفوا كيبان لكم هنايا العجينه اختمرت وهذيك الخميره تفاعلت كيف كتشوفوا بهذا الشكل هذا. غادي نزولوا هذاك السلوفان وغادي نجمعوا العجينه بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. هنا راه ما تندلكهاش نهائيا، فقط كنبقى نجمعها، هذوك الجناب ديالها كنجمعهم على بعضياتهم بهذا الشكل هذا بالطريقه. يعني وصفه سهله مهله، وحتى اللي عمره ما جرب هذا النوع من الدقيق راه كيجي مزيان وصحي بزاف ومزيان للوليدات كيف كتشوفوا. هنا من بعد غادي نقطعوا، انا هنا تقريبا خرجت لي 3 ديال الكريسات صغار، انا فقط درت عيل وجبه الفطور، ولكن نتوما الا بغيتوا كميه كثيره كتضاعفوا المقادير. كيف كتشوفوا هنايا غادي عطاتني هنا 3 ديال الكريسات صغار، غادي نقادوهم مزيان. انا فقط كندير لهم واحد الدلكه خفيفه ماشي بزاف، صافي كنقرصوهم كاملين بهذا الشكل هذا. هنا كنستعنوا بالقليل من الماء باش ما كتلصقش لينا العجينه في يدينا. من بعد ما قرصتهم كاملين بهذا الشكل هذا كنخليهم نخطو عليهم واحد مره اخرى، وهنا كنخليهم واحد 10 دقائق تقريبا، نخليهم يرتاحوا ومن بعد نكمل معكم الوصفه. رغم بعد ما دازت 10 دقائق كيف كتشوفوا راهم جاوا هنايا بتهم فيها شويه غارقه تقريبا، تلصقوا مع بعضياتهم، ولكن ماشي مشكل معليش، غادي نفرقوهم بهذا الشكل هذا ونعاود نقادهم بهذه الطريقه. صافي من بعد غادي صافي هنا غادي نستعن بالقليل من الماء، وهنا دقيق ديال البلبوله، هذيك البلبوله اللي كتكون حرشه شويه هي اللي غادي نبدا نقرص فيها هذاك الخبيزات ديالي. كنديرهم في الماء وكنديرهم في هذيك البلبوله هنا شويه غليظه اللي كنديروا بها الحسوه ولا كنديروا بها حتى الفار كنفوروها. صافي ونحطوهم في الطاوه بهذه الطريقه. هذه غادي نكمل هذوك الخبيزات ديالي كاملين بهذا الشكل.
الوغ من بعد ما غادي نكملهم كاملين، هذه هي القريصه الاخرى صافي. انا غادي نحطوهم في الطاوه بهذا الشكل، الطاوه اللي كندير عليها هذاك الورق ديال المطبخ ديال الطهي. لما توفرش كديروا فيها شويه ديال الدقيق ولا شويه ديال الزيت صافي. انا غادي نزيد عليهم من الفوق واحد شويه ديال البافون الخشخاش، كيبقى اختياري. ولا عندكم اي زرارع بغيتوا ديروهم كيجيو حتى هما زوينين وبنان. هنايا غادي نخليهم من بعد ما كملتهم، غادي نشد من بعد ما كملتهم ودرت لهم هذاك البافون، غادي نشد هنايا هاد الزيزوار او لا شفره الحلاقه او لا غازوار، غادي نفلحوا هذوك الخبيزات من الفوق. هنا غادي نخليهم يختامروا تقريبا 10 دقائق. من بعد ما دازت 10 دقائق هنا صافي هما غادي ندخلوهم يطيبوا في الفران. فوالا كيف كتشوفوا من بعد ما طابوا، هنا بالنسبه للطياب ديالهم كندخلوهم الفران تيكون سخون مزيان. كيف كنطيبوا الدرجه اللي كنطيبوا بها الخبز، كنخلوه مشعول مزيان اون فوا كندخلهم 5 دقائق تنطفوا الفوق وتنخلوهم يطيبوا ياخذوا راحتهم في الطياب. فوالا هذه هي النتيجه الاخيره ديال الخبز ديالنا. كنتمنى يكون عجبكم ونال الاستحسان ديالكم. راه كيجي ساهل، ما فيش بزاف ديال التمر كيف شفتوا، كيوجد تقريبا ساعه ونص راه وجد الخبز ديالي. انا غادي نقطع معكم وحيده باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل، وتيجي رطب وتيجي هشيش. كنتمنى تجربوه وهاد الوصفه تنال الاستحسان ديالكم، ونتلاقاو في فيديوهات مقبله. وخليتكم في رعايه الله وحفظه، وشكرا لكم بزاف على تعليق ليكم الزوينه والمحفزه، ونتلاقاو في وصفات مقبله. وبسلام عليكم.